أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من البحر الميت البحر المالح. منواصل دراستنا من عظة المسيح الشهيرة عن موضوع أنتم ملح الأرض، واخترت أنه أجي على البحر الميت لأنه اسمه البحر المالح، وأكثر بحر في العالم أشد ملوحة هو البحر الميت. نسبة الملوحة أكثر من 33%، في أنواع أملاح كثيرة وطبعاً معادن كثيرة في هذا البحر. خليني أشارككم شيء شخصي. اليوم كان واحد من الأيام الصعبة جداً حتى نصور هذه اللقطة. أول شيء درجة الحرارة 45 درجة مئوية، شيء تاني مع الهواء عم بزيد شدة الحرارة، فأنا حاسس كأنه في فرن. وعلى فكرة إيدي ووجهي كله محروق، نفس الشيء الفريق اللي معاي كله عم بيحترق. فأنا بشجعك إنك ما تروح، شجعنا، لأنه هاي الحلقة أخذت يوم كامل عشان نصور هاللقطة الصغيرة إنك أنت تستمتع فيها. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.